مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير الثقافة والشباب دكتور محمد أبو رمان الحفل الذي أقامه المنتج الأردني نضال الخزالة لإطلاق الأوبريت الغنائي الضخم الذي حمل عنوان البراءة يا رسول الله. شكرا لقناة الأردن اليوم اللي كانت يعني دائما متواجدة معنا ومنذ سنوات طويلة وهي متواجدة معنا. أوبريت البراءة يا رسول الله وأخيرا الحمد لله رب العالمين يرى النور بتاريخ 7/2 في ذكرى عزيزة على قلوب الأردنيين، في ذكرى تولي جلالة سيدنا سلطاته الدستورية 20 عام، في ذكرى ميلاده تزامنا مع استلام سيدنا جائزة تمبلتون. هذا العمل مهدى من كافة المشاركين فيه باسمي واسم المشاركين فيه إلى جلالة سيدنا كهدية متواضعة للهاشميين اللي دائما بيقدمونا واللي هم صمام الأمان لهذا البلد. الحمد لله كان في حشد كبير جدا جدا جدا، الحمد لله الوكالات الأخبار الفضائيات الإذاعات الأجهزة الأمنية كانت متواجدة بكثافة. فنانون أردنيون مسلمون ومسيحيون شاركوا في هذا العمل مجسدين أسمى آيات التعايش والمحبة التي يعيشها الأردنيون واقعا قل نظيره. الحمد لله قمت بتوزيع وتلحين وتوزيع العمل هذا، عمل يحمل عنوان كبير البراءة يا رسول الله، تسامح ديني، تسامح أخلاقي، تسامح إنساني. رسولنا الجد العظيم سيرته العطرة، الحدث هذا عظيم بده شغل عظيم. الاتجاه كان انه اتوجه للشباب في طريقه التلحين، يعني تكون مودرن، فالشكل اللي استعملته انا شكل مودرن شوي، جمله لحنيه واحده تعتمد على الكورال وتعتمد على المطربين المتفردين، الكلام كثير فعشان هيك اعتمد جمله لحنيه واحده للسهوله. اوكي، في شويه دراما في العمل، أنا بتمنى أنه يحوز رضاك إن شاء الله وتعجبوا فيه. هاي المشاركة صرنا نستنى فيها أول شيء فترة طويلة تنزل، نشكر الله اليوم جهود هالشباب وجهود نضال وجهود الموجودين نزل وراح ينعرض اليوم، يعني مشاركة بفتخر فيها لأنه نحن تعودنا بالبلد بالأردن وهيك تربينا وهيك تعلمنا من وقت أيام الملك حسين الله يرحمه وأيام هلأ الملك عبد الله، أنه ما عندناش لا تفرق بين مسيحي ولا مسلم، كلنا عايشين بلد وحدة، ما عندنا أي نوع اختلاف وتمييز بين أي دين، وإن شاء الله يا رب تضل البلد هيك وتضل الأردن هيك وتضل البلاد العربية هيك، وعشان نظبط أمور هالأمة العربية إن شاء الله يا رب. تنوع الحضور بين الرسمي والشعبي وأبدى الحاضرون اعتزازهم بوجودهم في هذا الحدث. يعني احنا لنا فترة طويلة عم نواكب الأوبريت وكنا داعمين أكيد لأوبريت البراءة يا رسول الله، اليوم الطبيعي ان احنا نكون كسوشال ميديا موجودين لننقل هذا الحدث لكل أنحاء العالم وكل الناس اللي بتابعنا من داخل الأردن خارج الأردن. بدي أحكي للمنتج نضال خزاعلي الله يوفقك وكل الدعم لإله، أكيد كل الفخر والعز لكل الناس اللي اشتغلت بهذا الأوبريت، لأنه أوبريت يعني بمس كل شخص سواء كان مسلم أو مسيح، وأنا عم بشوف اليوم كمان إخواننا المسيحيين كمان موجودين، فهذا الإشي أوبريت وحد كل هاي الأمة بأوبريت البراءة يا رسول الله. يبقى الأردن وطنا للجميع، يرفض كل أهله الإساءة لأي كان، وطنا للحب والتسامح والتعايش.